علامة الأزياء العالمية زارا تتعرض منذ أيام لانتقادات لاذعة ودعوات لمقاطعة منتوجاتها، وذلك على خلفية تصريحات معادية للفلسطينيين أثارتها المصممة الرئيسة لزارا فانيسا بيرلمان. نتعرف على تفاصيل القصة مع رانيا دريدي ثم نبدأ النقاش. نعم ديبا، انطلقت على مواقع التواصل دعوة إلى مقاطعة سلسلة المتاجر الإسبانية الشهيرة زارا، وذلك بعدما هاجمت المصممة الرئيسية للشركة فانيسا بيرلمان عارض الأزياء الفلسطيني قاهر حرحش، مدافعة عن الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الأخير على غزة. الجدل المستمر منذ 3 أيام بدأ عندما كتب قاهر حرحش على إنستغرام مهاجما الاحتلال الإسرائيلي، فردت عليه بيرلمان بأنه كما نجا اليهود من المحرقة سينجون من الهجمات الإعلامية الحالية، وهاجمت الفلسطينيين قائلة إنهم لا يعرفون سوى تفجير المستشفيات والمدارس التي ساهمت إسرائيل في بنائها في غزة، وأكملت بمجموعة من الادعاءات الكاذبة. المحادثة الخاصة بينهما انتشرت لتبدأ حملة تدعو إلى مقاطعة سلسلة المتاجر في حال عدم فصل فانيسا بيرلمان من عملها. قاهر من ناحيته نشر مجموعة من الرسائل اللاحقة التي كتبتها له بيرلمان تعتذر فيها اعتذارا غير مباشر مبررة ما قالته. كذلك تواصلت معه إدارة زارا لتوضيح موقفها لكنها لم تعتذر. جدير بالذكر أن للشركة سلسلة من المحلات في 12 دولة عربية على الأقل، وهي المغرب وتونس والجزائر ومصر، بالإضافة إلى دول الخليج الست ولبنان والأردن. صاحب الشركة أمانسيو أورتيغا هو سادس أثرى رجل في العالم، ومتهم بالتهرب الضريبي واستغلال آلاف العمال عبر العالم. ففي العام الماضي طردت الشركة مئات العمال في مصانعها في ميانمار بعد أن طالبوا بأقنعة تقيهم من فيروس كورونا. وفي عام 2017 فوجئ بعض من اشترى ملابس زارا من رسائل شكوى دسها عمال الشركة في تركيا تروي سوء ظروف العمل. كما اتهمت الشركة باستغلال مهاجرين بوليفيين في البرازيل، حيث قالت منظمات حقوقية إن ظروف عملهم أشبه بالعبودية. كما تواجه الشركة دعوى قضائية في فرنسا إثر نشر تقارير تفيد أنها تستورد أقمشة من مصانع في إقليم تشينجيانغ الصينية تعمل فيها أقلية الإيغور قسرا. عودة إلى ديما. شكرا رانيا على هذه المعلومات. وينضم إلينا عبر سكايب من بيرنغهام البروفيسور كامل حواش، أكاديمي وباحث فلسطيني. أهلا بك بروفيسور كامل معنا. إذا هذه الحادثة يعني بالتأكيد تصريحات فانيسا العنصرية والتي لا تخلو من الكراهية والتنميط والادعاءات الكاذبة هي قصة مهمة اليوم، لكن هل كانت فانيسا لتتجرأ على يعني التعبير عن هذه الكراهية والعنصرية بهذه الفجاجة لولا قناعتها بأن الشركة التي تعمل لديها زارا لا تمتلك هذا الحد من القيم الأخلاقية؟ يعني أولا طبعا هي مثلت نفسها عندما قالت ما قالته، وكان خطاب كراهية من الدرجة الأولى تجاه الفلسطينيين، ولكن أيضا تجاه المسلمين، حتى انتقدته على أنه يعمل كعارض أزياء، يعني أن هذا لا يتماشى مع التعاليم الإسلامية، أي أن الحقد والكراهية الموجودة عندها كبيرة جدا. هل توقعت أنه سينشر ما اتهمته به؟ هذا السؤال طبعا هي تعرف الجواب عليه، ولكن هو فعل جيدا بأنه نشر ما أرسلت، لا تستطيع أن تنفي أنها قالت. هذا إلى حد ما يعطيك فكرة عن أهمية السوشيال ميديا، منصات التواصل الاجتماعي، في نشر خبر بسرعة كبيرة ربما كان لن يصل للبي بي سي أو سكاي نيوز أو غيرها، ولكن استطاع من خلال الانستغرام أن ينشره. فهي عبرت عن كراهيتها وعن عدم معرفة بالشعب الفلسطيني. يعني هي لو فقط شاهدت في شهر 2 من هذا العام المهندس
لؤي بسيوني الذي صمم طائرة الهليكوبتر التي حلقت في المريخ. يعني هو أصله من بيت حانون في غزة، لكانت انتبهت لأن الفلسطينيين يبدعون عندما يعطوا الفرصة، وكذلك قبل هناك العديد. ولكن المدرسة حنان محروب في 2016 حصلت على جائزة أفضل مدرسة. يعني أن التعليم، وهي ما تطرقت له، هي في الواقع مخطئة كثيرا، وهذه فرصة للجميع، لنا كفلسطينيين نعم ومجتمع فلسطينيين، أن نعرف العالم بأن هذا الشعب من أكثر الشعوب ثقافة في الشرق الأوسط إن لم يكن في العالم. طب دكتور كامل، ما هي الوسائل التي يمكن للفلسطيني وللعربي استخدامها يعني في وجه هذه الآلة الإعلامية الغريبة نوعا ما؟ يعني ما تفسيرك لهذه الهجمات والحملات المضادة للقضية الفلسطينية المستمرة حتى اليوم؟ في السابق يعني كثيرون كانوا يقولون ربما الغرب يعني يأخذ فكرة خاطئة عن هذا العالم على أنه عالم إرهابي ولا ينتج إلا الإرهابيين. اليوم هنالك شخصيات كثيرة، على سبيل المثال بيلا حديد وما تعرضت له لهجوم بسبب مناصرتها لقضيتها الفلسطينية خلال الحرب الأخيرة والهجمات الأخيرة، وعارض الأزياء هذا، ومع ذلك ما يزال الغرب مصر على آرائه، لماذا؟ يعني أولا إسرائيل شنت حربا شعواء على الفلسطينيين بمحاولة تعريفهم بالإرهابيين وبأنهم شعب لا يعني غير متعلم، ولم يكن هناك خطاب كافي القوة للتصدي لذلك. هذه النقطة الأولى. استعملوا موضوع معاداة السامية وأصدروا تعريفا جديدا يلصق بمعاداة السامية بمن ينتقد إسرائيل. وحتى وصل الأمر في بريطانيا، يعني هنا من عدة أسابيع بعد أن خرج أكثر من 200,000 متضامن مع فلسطين في مظاهرة في الشهر الماضي، بعد 150,000 وغيرهم، أن بعض الشباب في المدارس أرادوا أن يعبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ولكن منعوا من ذلك. وإحدى الأدوات التي استعملت هي، وكان هذا أيضا يعبر عن جهل، أن مدير مدرسة قال أن العالم الفلسطيني رفعه يعني معادي للسامية، فهم يحاولون أن يلصقون التعريف بالفلسطيني بأنه معادي للسامية. وطبعا أي إنسان يعني يكره العنصرية سيقول يعني ربما يجب أن أسمع لهم، ولكن في الواقع الشعب الذي يعيش تحت عنصرية الاحتلال الإسرائيلي هو الشعب الفلسطيني، إن كان في الشيخ جراح، في القدس، في غزة. قصفت غزة أمس، لماذا؟ ماذا يبرر ذلك؟ الشيخ جراح مهدد بالتهجير. يعني أن على الفلسطينيين وداعميهم أيضا أن يواجهوا خطاب الكراهية هذا بالتعريف الفلسطينيين والتوجه للمقاطعة. طب اليوم دكتور كامل، يعني هذا التوجه إلى المقاطعة والحملة أو الحملات التي أطلقت وأقيمت، الكثير من الناس خاصة بالبلدان العربية يشككون بأثر المقاطعة، يظنون أن المقاطعة هي فقط رسالة رمزية للتعبير عن الموقف، لكن بالفعل يعني لو تحكينا عن أثره على أرض الواقع. لا، للمقاطعة تأثير كبير، لن يكون التأثير مادي مثلا ببلايين البلايين، ولكن إذا لو لم تكن المقاطعة مؤثرة لما خصصت إسرائيل، أنشأت وزارة جديدة وأعطتها ملايين الشواكل لتنفقها على يعني محاربة حملة المقاطعة، الدعوة لحلفاء إسرائيل لأن يسنوا قوانين تجرم المقاطعة. يعني لو لم تكن مهمة لما فعلت إسرائيل ذلك؟ وهذا ما تحاول فعله. أن مثلا في بريطانيا حاولت حتى الحكومة البريطانية هنا أن يعني تضغط على صناديق التقاعد للمجالس المحلية بأن لا يسحبوا استثماراتهم من شركات إسرائيلية أو داعمة للاحتلال من خلال التعامل مع الاحتلال. ولكن حملة التضامن مع فلسطين التي أتشرف برئاستها رفعت دعوة على الحكومة البريطانية، وكسبنا هذه الدعوة العام الماضي، بما يعني أن حدينا إلى حد ما من
إمكانية يعني طب إلصاق تهم بالمقاطعة، وهي على كل الأحوال يعني حملة مقاطعة تدعو لثلاثة مطالب وهي قانونية ومهمة. أولاً إنهاء الاحتلال، وهذا مطلب شرعي وأخلاقي. ثانياً معاملة كل مواطني إسرائيل بالتساوي، وهذا شرعي وأخلاقي. وثالثاً عودة اللاجئين إلى بيوتهم، وهذا شرعي وأخلاقي. أي أن هذه المطالب مطالب سلمية، حملة سلمية، كما كان الفلسطينيون سلميون في القدس في الدفاع عن نعم. المسجد الأقصى وعن وهل يعني هذه المطالب دكتور كامل، هل هذه المطالب إلى إن كانت التي تحدثت عنها أو دعوة المقاطعة، يعني يمكن التعويل عليها في بلدان عربية؟ بعض تلك البلدان يعني يطبع علاقته مع إسرائيل إن كان علنا أو بالسر. يعني أولا الدول التي طبعت مع إسرائيل وسمت الاتفاقيات تطبيع، هي في الواقع اتفاقيات خنوع لإسرائيل. هي تملي على الدولة التي طبعت معها ما تقبل به وما لا تقبل به، إن كانت فيز حضور أو غيرها. هناك يعني حركة غريبة جدا من هذه الدول المطبعة، بأنها تحاول، مع أنها ترى على شاشات التلفزيون ما تقوم به إسرائيل الدولة الغير مسالمة، يقولون أن هذا سلام من أجل السلام، ولكن ما قامت به إسرائيل من محاولة تهجير الشيخ جراح، هل الشيخ جراح وما زال قائما، محاولة أو الاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى، ومن ثم إسقاط القنابل التي قتلت أكثر من 65 طفل في غزة. هل هذه دولة مسالمة؟ يعني هم يضحكون على أنفسهم ويتبجحون بأن يذهب سفير إحدى هذه الدول لأخذ بركات الحاخام الإسرائيلي ويقول أن إسرائيل دولة مسالمة، ويتحدث عن مسجد في تل أبيب وهو في الواقع مسجد في يافا. فيعني إلى حد ما لا نعير انتباها كبيرا لهذه الدول المطبعة من ناحية عدم صواب ما تقوم به، ونعلم أن شعوبها ليست معها بذلك. صحيح. فأعتقد أن أهمية الموضوع هو التالي: كانت هناك حملة المقاطعة على أو كانت هناك مقاطعة على البضائع الإسرائيلية في الدول العربية، هناك ضرورة لأن تنشط مرة أخرى حتى تشعر إسرائيل بألم اقتصادي، يعني هذا مهم جدا، وهي منبوذة من ناحية أخلاقية بما قامت به خلال الشهر الماضي في فلسطين المحتلة. نعم، البروفيسور كامل حواش، إذن الأكاديمي والباحث الفلسطيني، كنت معنا من برمنغهام، شكرا جزيلا لك.